علامك يا شيخ، عسى الداعي خير. الخير بوجهك. يقول انا بتعب انك تبانا العمر انطاري. دام حنا كلنا على قلب رجل واحد، حنا بخير وبصحة وبعافية. وانا اشهد انكم كلكم رجال ينشد بالظهر، والنعم فيكم. عليك زود يا شيخ. الزود منكم فيك. انا دعيتكم اليوم لاجل امر طارئ، وهو اني مسافر خارج البلاد كلها، وظني ان غيابي راح يطول، ولأن بيطول لابد ان اختار من يخلفني في غيابي ويكون مسؤول عليكم، يرعى مصالحكم واموركم، ويفصل في اي خلاف يصير لا قدر الله. نفداك برؤوسنا يا شيخ صقر، حنا عصاك اللي ما تعصاك، هل تامر حنا ننفذ اللي تقوله. الحين الشيخ يختار اني خليفته له على القوم والديره. والله جيت لك الشيخ انا عندك يا حابس، ورنه لو خبرني قبل يجمع القوم. الحين الشيخ يحملني مسؤولية ثقيلة، ليته ما هو بأنا، لكن الله يعين، الله يعين. أيوة والله ما اختار إلا رشاح. بنت رشاش عمل يا شيخ، تقيس تتحكم بنا نفخ فوقنا. جعل روحي في ذاك يبا، جماعة القوم لجل تخبرهم إن الشيخ عليهم. طمن يبا، سافر وقلبك بارد، لأن بنتك يد المسؤولية. وأنا اخترت شاهين ولد أختي الشيخة، واضحة شيخا عليكم. Thank you.